بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات السنة السادسة ابتدائي، نستأنف مع المساحات وحدات القياس، صفحة رقم 54. عندنا في التمرين رقم 3 أنقل وأكتب العدد المناسب أو وحدة القياس المناسبة. أنقل وأكتب العدد المناسب أو وحدة القياس المناسبة. طبعا كما تلاحظوا بأن التمرين 3 تتضمن معطيات تنقص يا إما وحدة القياس أو العدد الموافق لهذه الوحدة. إذا نأخذ مثلا 5.79 سنتيمتر مربع، كم فيها من متر مربع؟ 5.79 سنتيمتر مربع كم فيها من متر مربع؟ طبعا هنا ينقصون العدد المناسب لهذه الوحدة حتى تكون النتيجة موافقة ل 5.79 سنتيمتر مربع. إذا ماذا سنضعون؟ طبعا سنعود إلى الجدول. الجدول كما تلاحظوا عدنا الوحدة في الوسط، عدنا لونيتي، لونيتي يعني الوحدة اللي غنعتمدو، عدنا لونيتي، لونيتي يعني الوحدة، الوحدة هي اللي غنعبرو بها، الوحدة هي اللي غنعتمدوها كأساس لهاد القياس. إذا نتكلم على المتر مربع، إذا نتكلم هنا على المتر مربع، عادة مثلا في الأطوال نتكلم على المتر لأننا فقط نقيس الطول، لأننا نقيس الطول اللي عنده بعد واحد. إذا نتكلم عن بعد واحد، هنا نتكلم عن المساحة. المساحة كما نعلم لكي نقيسها لابد لنا من بعدين، ثم هناك الحجم مثلا، ثم هناك الحجم الذي يعتمد مثلا ثلاثة أبعاد، هناك الطول والعرض، ثم هناك الارتفاع. إذن هنا نتحدث عن المساحة التي تعتمد فقط طولين، التي تعتمد طولين، تعتمد مثلا على الطول والعرض. وفي أحيان يكون هذ البعدين لهما نفس القياس. هنا عموما نتكلم عن المتر مربع الذي سنعتمده كوحدة، بحال ملي غنبني واحد الدار تنعتمد على الياجورة، نعتمد مثلا اللبنة. إذن هاد اللبنة هي الوحدة التي من خلالها يتم بناء الجدران ثم المنزل. إذا نتكلم على هد الياجورة أو هد اللابنة كوحدة. إذا هنا نفس الشيء سنتحدث عن المتر المربع كوحدة. إذا انطلاقا من هذه الوحدة غتكون عندنا وحدات أخرى يعني تعود لهذه الوحدة، تعود لهذه الوحدة. يا إما أننا نضاعف العدد فنحصل على وحدة أكبر، أو أننا نقسم هذا المتر المربع فنحصل على وحدات أصغر. إذا هذا الذي نرى في الجدول. مثلا الديكامتر المربع كما تنشوفوا، الديكامتر المربع تتساوي 100 متر مربع، على عكس الأطوال، مثلا الديكامتر تتساوي 10 متر مربع. مثلا في الأطوال واحد ديكامتر تساوي 10 متر، هنا عندنا المتر المربع. إذا ديكامتر مربع تتساوي 100 متر مربع. في المساحة واحد ديكامتر مربع تساوي 100 متر مربع. علاش؟ لأننا تنولي نحسبو على جوج ديال الأبعاد، تنحسبو على الطول والعرض. إذا نحسب على بعدين، نحسب الطول ثم العرض. طبعا هذا الطول والعرض تيخلق لنا واحد المساحة من المربعات بهاد القياس هذا، تتولي عندنا مجموعة سطور من هاد المربعات بدل أن يكون عندنا فقط سطر واحد من هاد القياس. إذا هنا تنعتمدوا عدة أسطر، طبعا تتكلموا على المساحة، وبالتالي غتكون عندنا مجموعة أسطر من هاد المربعات. إذا كما تلاحظوا عندنا الجدول هنا متر مربع، ثم عندنا المضاعفات، مثلا ديكا متر مربع، ثم الهكتو متر مربع، ثم الكيلو متر مربع، ثم عندنا القواسم كما لو نقول، عندنا الديسيمتر مربع، ثم السنتيمتر مربع، ثم المليمتر مربع. ما يميز الجدول طبعا كما تلاحظوا، ما يميز الجدول كما نلاحظ أنه في كل وحدة هناك عمودان أو هناك رقمان كما تلاحظوا في الأسفل. إليا دو شيفر باغ كولون، إليا دو شيفر باغ كولون، هناك رقمان في كل عمود. المقصود كما عندنا هنا أن هناك عمودان في كل عمود لكل وحدة. إذا كما تلاحظوا عندنا لي ملتيبل كما نقول المضاعفات، ثم عندنا لي سو ملتيبل
كما لو نتكلم عن أسفل المضاعفات أو ما تحت المضاعفات سوميلتيبل. ثم عندنا لونيتي نعبر عنها بعد إي. إذا نتكلم عن الوحدة، الوحدة عندنا هنا كما قلنا هي المتر مربع. طبعا عنوان هذا الجدول هو لزونيتي دو سيرفاس، لزونيتي دو سيرفاس يعني وحدات المساحة، لزونيتي دو سيرفاس وحدات المساحة. يعني أشنو هما الوحدات اللي تمكن لينا من خلالها نعبروا المساحة؟ أشنو هما الوحدات التي من خلالها نقيس المساحة؟ طبعا باقي الوحدات كلها تتعتمد المتر مربع كوحدة أساسية، يعني هاد الوحدات الأخرى راه كلها تترجع المتر مربع. ملي تنتكلموا على واحد كيلومتر مربع فاحنا مسبقا تنعرفوا بأن واحد كيلومتر مربع تساوي مليون متر مربع. واحد كيلومتر مربع تساوي مليون متر مربع. احنا تنعرفوا بأن هاد الكيلومتر مربع شنو هي المساحة اللي تتمثل لنا هاد واحد كيلومتر مربع. باش نقيسوا هاد واحد كيلومتر مربع لابد واننا تنعتمدوا هاد المتر مربع كوحدة. نأخذ هاد التمرين هذا 5.79 سنتيمتر مربع. إذا كما قلنا 5.79 سنتيمتر مربع كم فيها من متر مربع؟ أول شيء سنقوم به وهو أن نكتب هاد القيمة في الجدول. تنتكلم هنا على 5 سنتيمتر مربع ثم فاصلة 79. ما معنى فاصلة 79؟ بالنسبة لسبعة كما تلاحظوا عندنا رقم بعد الفاصلة. هاد المكان اللي بعد الفاصلة مباشرة هذا تنقصدو به القيمة ديال واحد الوحدة تنقسمها على 10. مثلا تناخدو واحد الوحدة تنقسمها على 10 تعطينا 0.1. إذا تناخدو واحد الوحدة تنقسمها على 10، تناخدو واحد الوحدة تنقسمها على 10. كيف ما كانت هاد الوحدة اللي غنعتمدوها لنعتبر بأن هاد الوحدة هي المتر أو أي شيء آخر، إذا قسمنا متر على 10 غتعطينا 0.1. إذا طبعا كل جزء، إذا كل جزء من الأجزاء التي حصلنا عليها نرمز له ب0.1. إذا طبعا 0.2 المقصود به أننا أخذنا جزئين، 0.3 المقصود به أننا أخذنا 3 الأجزاء. فهاد المكان الذي يوجد مباشرة بعد الفاصلة على اليمين هذا تنقصد به بأننا خدينا واحد الوحدة وقسمناها على 10 وعطاتنا واحد الجزء. هاد المكان تيعني عدد الأجزاء اللي تنحصلوا عليها من قسمة واحد الوحدة على 10. نعطي واحد المثال، مثلا خدينا واحد الكعكة، كعكة إلا قسمناها على 10 كيف ما كانت هاد الكعكة سواء وزنا أو طولا أو مساحة، إذا إلا قسمناها على 10 غتعطينا 10 الأجزاء. كل جزء من هاد 10 الأجزاء نرمز له ب0.1. إلا خدينا جوج الأجزاء هذا تنرمزو له ب0.2. إلا خدينا ثلاثة الأجزاء من الكعكة المقسومة على 10 إذا هذا 0.3. إلا خدينا 4 الأجزاء 0.4. إلا خدينا 5 الأجزاء، إلا خدينا 5 الأجزاء هذا 0.5 يعني النصف إلى آخره. أما الرقم الثاني اللي عندنا هنا فيه 9 هذا تعني بأننا تناخذ الوحدة وتنقسمو على 100 عدد الأجزاء اللي غناخدوها من هاد الأجزاء. نعود للمثال ديال الكعكة، الكعكة غنقسمو على 100 كل جزء ترمزو له ب 0.01، ترمزو له ب 0.01. إلا خدينا جزء واحد من هاد الأجزاء ديال الكعكة المقسومة على 100 هذا الجزء الواحد يرمز له ب 0.01. إلا خدينا جوج الأجزاء، إذا أخذنا جزئين هاد الجزئين نرمز لهما ب 0.02. إلا خدنا ثلاثة الأجزاء هاد ثلاثة الأجزاء نرمز لها ب 0.03 وهكذا. مثلا 5 سنتيمتر مربع فاصلة 79 هذه تتعني 5 سنتيمترات هذه كاملة، هذه في الوحدات طبعا هذه كاملة يعني 5 سنتيمترات كاملة. كما نتكلم عن 5 الكعكات كاملة،
ثم نأتي إلى سبعة. المقصود بها أننا خدنا هذا السنتيمتر مربع تناخذ واحدة، مش غير ناخذ هذه الخمسة كلها، تناخذ واحدة من هذه الخمسة، يعني تناخذ سنتيمتر مربع واحد تنقسمه على عشرة. ثم في الحالة ديالنا هنا ثم أخذنا منه سبعة أجزاء، ولكن بعد قسمة هذه الوحدة على عشرة وليست على رقم آخر. ثم نأتي إلى تسعة، ثم نأتي إلى تسعة، واحد من هذه السبعة اللي هو أصلا غير جزء من عشرة من هذه الوحدة أيضا تنقسمه على عشرة، خدينا منه تسعود، يعني بقى غير واحد من هذه الأجزاء، ثم نحصل على واحد من هذه السبعة اللي كاينة هنا، يعني بقى غير واحد ويكمل لنا شنو؟ غيكمل لنا جزء من هذه السبعة اللي عندنا هنا. مثلا هذه السبعة اللي عندنا هنا خدينا واحد من هذه الخمسة وقسمنا على عشرة وخدينا منه سبعة، واحد من هذه السبعة اللي هو أصلا غير جزء من عشرة من هذه الوحدة أيضا تنقسمه على عشرة، أو أننا ناخذ وحدة من هذه الوحدات كاملة ثم نقسمه على مئة ثم نأخذ منها طبعا تسعة. في الحالة اللي عطينا احنا أن باقي غير واحد، يعني جزء من ديك المئة باش يكمل جزء من ديك الأجزاء اللي خدينا من الوحدة اللي قسمناها على عشرة. طبعا نفس الشيء إلا خدينا رقم آخر بعد السبعة والتسعة، مثلا إلا كانت عندنا 5.791، هنا 791، يعني غناخدو وحدة من هاد الخمسة اللي هي كاملة ثم نقسمو على ألف، إذا غتولي عندنا 0.001، يعني بحال لا غنقسمو وحدة من هاد الوحدات الكاملة طبعا على ألف ثم نأخذ منها جزءا، هاد الجزء طبعا نرمز له ب 0.001. إلا خدينا جزئين، هاد الجزئين نرمز لهما ب 0.002 إلى آخره. نعود للمثال الذي عندنا هنا، 5.79 المقصود بها 5 سنتيمترات مربعة كاملة غير مجزأة، ثم عندنا 7 أجزاء من 10، ثم 7 أجزاء من 10 تكون الوحدة، الوحدة هنا هي 1 سنتيمتر مربع، إذا بحال غناخذ كما قلنا 1 سنتيمتر مربع نقسمه إلى 10 أجزاء ثم نأخذ من هذه الأجزاء 7 أجزاء. ثم عندنا 9 المقصود بأننا غناخذ 1 سنتيمتر مربع نقسمه على 100 ثم نأخذ 9 أجزاء من هذه المئة، إذا هذا هو المقصود بهذا الرقم الذي عندنا هنا. إذا عندنا 5.79 سنتيمتر مربع، إذا كيف سنضعه في الجدول؟ طبعا سنضع 5 في مكان السنتيمتر مربع، لأن هذه الخمسة هي التي تعبر عن السنتيمتر المربع، هي التي تعبر عن الوحدة، لأن هذه الخمسة هي التي تعبر عن الوحدة الموضوعة بجانب الرقم 5 سنتيمتر مربع. إذا سنكتب 5 في مكان السنتيمتر المربع، ثم سنرى أين سينتهي باقي الرقم. إذا كما تلاحظوا عندنا 5 في الوحدات الخاصة بالسنتيمتر المربع، نكتب 7 ثم 9، إذا كما تلاحظوا بأن 9 انتهت عند المليمتر المربع، إذا كما تلاحظوا بأن 9 انتهت عند المليمتر المربع، إذا لو شئنا نقول 5.79 سنتيمتر مربع أو نقول 579 مليمتر مربع، 5.79 سنتيمتر مربع كما عندنا، أو نقول 579 مليمتر مربع. طبعا المطلوب منا أن نرى كم في هاد 5.79 سنتيمتر مربع كم فيها من متر مربع. طبعا سنكمل للاتجاه المعاكس، طبعا سنكمل في اتجاه اليسار حتى نصل إلى المتر مربع، طبعا سنضيف 3 أصفار ثم الصفر الأخير سيكون في وحدات المتر مربع، إذن فيكون عندنا في النهاية 0.3579. عدد الأمتار 0، عدد الديسيمترات 0، ثم عدد السنتيمترات مربعة هو 5.579 مليمتر مربع، ثم 579 مليمتر مربع، ثم عندنا أيضا 23
ديسيمتر مربع كم فيها من متر مربع؟ 23 ديسيمتر مربع كم فيها من متر مربع؟ إذا طبعا سنضع بنفس الطريقة 23، طبعا كما تلاحظوا بأن 23 ما فيهاش الفاصلة، 23 ليس فيه فاصلة، إذا 23 هذه كاملة. عندنا 23 وحدة قياس من حجم ديسيمتر مربع، إذا كم فيها من متر مربع؟ طبعا سنضع 23 ديسيمتر مربع في خانة الديسيمتر مربع، 23 ديسيمتر مربع، طبعا عدد الوحدات في مكان الوحدات كما نرى، 23 ديسيمتر مربع، إذا كم فيها من متر مربع؟ طبعا نكمل في اتجاه المتر مربع. فلو أن هذا العدد، فلو أن العدد الذي وضعناه يصل إلى المتر مربع، طبعا سنضع الفاصلة، لكن كما نلاحظ بأن 23 ديسيمتر مربع لم تصل إلى المتر مربع كما في المثال السابق، إذا فنكمل بالأصفار، إذا سيكون عندنا 0 متر مربع فاصلة 23. ثم عندنا 25 ديسيمتر مربع، 25 ديسيمتر مربع، طبعا سنكتب العدد في الجدول، طبعا الوحدات في مكان الوحدات، ثم نتابع كتابة العدد. 25 ديسيمتر مربع أنها تتساوي 250,000، ولكن لا نعرف ماذا، لا نعرف أي وحدات يعني هذا الرقم، على أي أن القياس هو يساوي 25 ديسيمتر مربع. طبعا سنكتب 25 ديسيمتر مربع في مكان ديسيمتر مربع، ثم نكمل بأربعة أصفار بعد هاد الرقمين. إذا كما تلاحظوا بأن الأمر سينتهي بنا إلى الملمتر مربع. نقول 25 ديسيمتر مربع، أو نقول 250,000 ملمتر مربع، القراءتين صحيحتين. إذا الوحدة الموافقة للعدد 250,000 في مقابل 25 ديسيمتر مربع هي الملمتر مربع. ثم عندنا 17 متر مربع فاصلة 9، كم فيها من كيلومتر مربع؟ 17 متر مربع فاصلة 9، كم فيها من كيلومتر مربع؟ 17 متر مربع، إذا هذه وحدة كاملة، نتكلم على المتر مربع كوحدة هنا، إذا عندنا 17 مترا مربعا. ثم فاصلة 9، المقصود بها أننا أخذنا مترا مربعا قسمناه على 10، فأخذنا منه بعد هذا 9 أجزاء، بعد أن قسمنا الوحدة إلى 10 أجزاء، إذا نتكلم عن 9 من 10 أجزاء، إذا نتكلم عن 9 من 10 أجزاء المكونة للوحدة، طبعا عندنا هنا الوحدة هي متر مربع، إذا هذا المعنى ديال الفاصلة 9، فاصلة 9 كما تلاحظوا بأن العدد جاء مباشرة بعد الفاصلة، إذا هذا الرقم تعني عدد الأجزاء اللي خدينا من واحد الوحدة بعد ما قسمناها على 10، إذا عندنا هنا الوحدة هي المتر مربع قسمناها على 10، فأصبح المتر مربع عبارة عن 10 أجزاء، أخذنا منه 9 أجزاء، إذا بقي فقط جزء واحد ويصبح عندنا متر مربع. على كل حال عندنا 17 متر مربع فاصلة 9 كم فيها من كيلومتر مربع؟ إذا طبعا سنكتب العدد على الجدول، 17 متر مربع فاصلة 9 كم فيها من كيلومتر مربع؟ إذا سنكمل في اتجاه الجهة اليسرى، إذا سنكمل بأربعة أصفار ثم صفر، ثم صفر في وحدات الكيلومتر مربع، إذا سيصبح عندنا 0.4 أصفار ثم 179 ثم 179، إذا النتيجة هي 0 كيلومتر مربع فاصلة 4 أصفار 179، إذا نتكلم عن جزئين ضئيل مقارنة بالكيلومتر مربع. ثم عندنا 9 أمتار مربعة تساوي 97,000 ماذا؟ أي وحدة؟ إذا 9 أمتار مربعة فاصلة 7 تساوي 97,000 ماذا؟ يعني أي وحدة؟ ما هي الوحدة الموافقة لهذا العدد ليكون مساويا ل 9.7 متر مربع؟ سنكتب 9 أمتار مربعة، طبعا هذه كاملة،
ثم سبعة أجزاء من عشرة من المتر مربع. إذن طبعا نتكلم عن متر مربع نقسمه على عشرة ثم نأخذ منه سبعة أجزاء. إذن هذا هو المقصود بصفر فاصلة سبعة. هنا طبعا عندنا تسعة فاصلة سبعة المقصود بها تسعة أمتار مربعة كاملة ثم سبعة أجزاء من عشرة أجزاء من المتر مربع تساوي 97,000 ماذا؟ أي وحدة؟ إذن كما قلنا سنضع تسعة في خانة المتر مربع ثم نكمل. إذن عندنا تسعة أمتار مربعة فاصلة سبعة ثم نكمل بقية العدد الموجود عندنا في الجهة الأخرى اللي هو 97,000. إذن 97,000 أشنو؟ إذن تسعة أمتار مربعة فاصلة سبعة تساوي 97,000 ماذا؟ إذن تساوي 97,000 سنتيمتر مربع كما تلاحظوا. إذن تساوي 97,000 سنتيمتر مربع. ثم عندنا 5 سنتيمتر مربع فاصلة 21 تساوي 0.0521 ماذا؟ إذن كما قلنا هنا عندنا 5 سنتيمتر مربع ماشي متر مربع. إذن تنتكلم على 5 الوحدات من سنتيمتر مربع. ثم شدينا هاد سنتيمتر مربع قسمناه على 10 خدينا منه جوج طروفه وخدينا منه جوج طروفه ثم شدينا سنتيمتر مربع وقسمناه على 100 وخدينا منه طرف. هذا المقصود ب 0.21 او كما عندنا هنا 5.21. اذا تنتكلم على 5 الوحدات. 5 الوحدات اشنو هما؟ هما سنتيمتر مربع في هذه الحاله اللي عندنا هنا ثم فاصله 21. فاصله 2 كما قلنا اننا خدينا سنتيمتر مربع قسمناه على 10 وخدينا منه 2. فاصلة 0.1 المقصود بأننا خدينا سنتيمتر مربع قسمنا على 100 خدينا منه فقط جزء واحد. إذن عموما 5 سنتيمتر مربع فاصلة 21 المقصود بها 5 سنتيمترات مربعة جزئين من 10 ثم جزء من 100. هذا هو المقصود بهذا العدد. إذن 5 سنتيمتر مربع فاصلة 21 تساوي 0.0521 ماذا؟ تساوي 0.0521 ماذا؟ أي وحدة مناسبة لهذا العدد ليكون متوافقا مع 5 سنتيمتر مربع فاصلة 21. إذا طبعا سنكتب 5 سنتيمتر مربع ثم نكمل العدد فاصلة 21. طبعا إذا أردنا قراءة العدد بكلياته دون فاصلة سيصبح عندنا 521 من متر مربع. هاد 5 سنتيمترات مربعة فاصلة 21 تتساوي بالمقابل 521 مليمتر مربع. لكن الذي عندنا طبعا هو 0.0521. طبعا سنكمل العدد في الاتجاه الآخر في الاتجاه المعاكس. إذا سيصبح عندنا ماذا؟ 0 ديسيمتر مربع. هاد 0 ماذا؟ هاد 0 ماذا؟ أي وحدة هذه؟ إذا هي وحدة الديسيمتر مربع كما تلاحظوا. إذا 0 ديسيمتر مربع فاصلة 0.521. إذا 5 سنتيمتر مربع فاصلة 21 هي 0 ديسيمتر مربع فاصلة 0.521. هي 0 ديسيمتر مربع فاصلة 0.521. إذا 5 سنتيمتر مربع فاصلة 21 هي أيضا 0 ديسيمتر مربع فاصلة 0.521. إذا اكتفوا بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.